وبتنضم إلينا من خان يونس منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك ومرحبا منى. يعني مع دخول هذا العدوان على قطاع غزة في يومية 26، ما الجديد لديك من تفاصيل فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وأيضا الأوضاع الصحية؟ نعم، يعني عمليا ما زالت هذه الجولة من يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. القصف لم يتوقف وما زالت الاجتياحات في مناطق عديدة. مناطق الشمال والجنوب هي الآن وشرق الشمال والشرق الآن هي بمثابة ساحات قتال. يعني على مدار الساعة هناك استهدافات متتالية متكررة وقصف عشوائي بشكل غير يعني لا يبرر. عمليا الأخبار خلال الساعات الماضية كانت منقطعة بشكل كامل نتيجة توقف عمل الشبكات وانقطاع شبكات الاتصال والإنترنت، وبالتالي يعني أصبحت الأخبار التي يتم تداولها شحيحة. لكن الآن عادت الشبكات للعمل في بعض المناطق. ما زلنا نتحدث عن ساعات يعني لا نملك عنها الكثير من المعلومات، والتي من المتوقع أن يكون يعني قد تخللها عدد من الأحداث الكبيرة والضخمة، ولكن الآن بدأت تتكشف الأمور شيئا فشيئا. عمليا قبل قليل كان هناك استهداف لمجموعة من الأطفال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد منهم شهداء وعدد آخر أيضا جرحى. في منطقة بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة أيضا استهداف جديد لمنزل يعود لعائلة حامد، نتج عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى. والآن سيارات الإسعاف تتجه نحو مكان الاستهداف لمحاولة انتشال الضحايا من ذلك المكان. الاستهدافات في القطاع كما أشرت هي عمليا تطال عدد من المناطق، ولكن يعني صعوبة الاتصال والانقطاع الاتصالات بشكل كامل جعل من الصورة ضبابية إلى حد كبير. الآن مع عودة الاتصالات منذ أقل من نصف ساعة يحاول أهالي القطاع الوصول إلى أي معلومات عن أهلهم عن المناطق التي تم قصفها، جمع معلومات حول الأوضاع الميدانية. على صعيد آخر يعني منذ صباح هذا اليوم، وهو يوم يعني راه أهل قطاع غزة مميزا نتيجة الاستعداد لإخراج 81 من المصابين عبر بوابة معبر رفح البري لتلقي العلاج أو لاستكمال العلاج في جمهورية مصر العربية. هذا بالإضافة إلى أنه يعني ما زال تدفق شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، يعني يعمل بوتيرة ثابتة إلى حد ما. من جانب آخر اليوم ولأول مرة يعني الآن يتم الاستعداد لخروج حوالي 500 من حملة الجنسيات المزدوجة، وبالتالي يعني اليوم يشهد تحركات على مستوى التخفيف من حدة الأزمات في قطاع غزة. هذا لا يعني بأنه يعني عمليا الأزمات انتهت، يعني على العكس هناك أزمات فيما يتعلق بكل شيء، وعلى رأسها وأبرزها عمل المستشفيات في القطاع، حيث أنه منذ يوم أمس تم الإعلان عن أنه المستشفى الإندونيسي والمستشفى الشفاء اللذان يعني يعتبران ويقعان في المنطقة الشمالية لوادي غزة، وهي المنطقة التي الآن يعني إسرائيل تحاول السيطرة عليها. هذان المستشفيان الآن يعني يعملان لساعات أخيرة قبل أن يتم الإعلان عن توقفهما بشكل كامل. وهناك الآن مناشدات لمن تبقى لديه من أصحاب محطات الوقود، بعض الوقود الذي من الممكن أن يساهم في يعني إطالة عمر عمل هذه المستشفيات بأن يتوجه ويتبرع بها أو يقدمها للمستشفيات القريبة، إما منه إما الإندونيسي أو حتى مستشفى الشفاء. وبالتالي هذا هو النفس الأخير، هذه هي الفرصة الأخيرة يعني كسب المزيد من الوقت. ولكن على الرغم من ذلك، مع الارتفاع الشديد من يعني بأعداد الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، وخصوصا مع يعني بعد مجزرة جباليا يوم أمس، يعني أصبح الأمر كارثيا. العمل الآن بالحد الأدنى، وكل ساعة يتم تهديد
المستشفيات بشكل متواصل. عمليا هذا إلى جانب عدم توفر الإمكانيات التي من الممكن أن تساهم في التخفيف من الأعباء على كل من المرضى والطواقم الطبية، وبالتالي الحالة كارثية في مستشفيات قطاع غزة المختلفة. مستشفى القدس ومحيط مستشفى القدس يعني الآن عاد لتلقي الضربات، مزيد من الضربات والاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي يعني بعد أن هدده جيش الاحتلال أو هدد من فيه بضرورة الإخلاء، تم إخلاؤه جزئيا، من تمكن من الخروج خرج، ولكن هناك ما زال الآلاف يقبعون في ذلك المستشفى من مرضى وحتى يعني نازحين فيه، بالإضافة إلى الكوادر الطبية. الآن المستشفى يتعرض لقصف شديد في محيطه. إذن الاستهدافات في كل مكان، الحالة الإنسانية لا يمكن أن نقول بأنها إلا بأنها تزداد سوءاً. الآن معظم المناطق لا يوجد بها خبز، كما لا يوجد بها ماء بشكل كامل. هذا بالإضافة إلى أنه شبكات الصرف الصحي الآن لا يتم معالجتها، وبالتالي هناك أزمة تلوث شديدة على صعيد وعلى صعد مختلفة. يعني هناك محاولات للتخفيف من الأزمة الإنسانية هنا في القطاع، ولكن يعني ما زال الأمر يعني يواجه خطورة كبيرة، وما زالت حالة من الضبابية تواجه الجميع هنا. وبطبيعة الحال طالما أنه كان هناك انقطاع عن الاتصال خلال ساعات ماضية، فإن الآن الجميع يقول بأنه يعني هذه الساعات القادمة سوف تكون يعني مسخرة لمحاولة معرفة ما الذي جرى خلال ساعات من انقطاع القدرة على التواصل، وبالتالي الآن العمل يجري في المناطق الشمالية لمحاولة معرفة أماكن القصف وحجم الأضرار والشهداء والجرحى. من خان يونس منعك المراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.